بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، أو كما قال صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة معراج المسلم إلى ربه. كان يرى للصالحين حال مختلفة حينما يدخلون في الصلاة، فكان الإمام الحسن حينما يسأل عن هذه الحال كان يقول: أتدرون بين يدي من أقف؟ الصلاة أعظم الذكر، وأقم الصلاة لذكري. اللهم اجعلنا من المحافظين على صلواتي، من الخاشعين فيها، فاقبلها منا دائما يا رب العالمين. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من فتاوى الناس. نستكمل اليوم الحديث عن قضاء الصلاة الفائتة، وسؤال الحلقة على صفحة الفيسبوك: هل تقضي الصلاة النافلة عند تركها؟ ومعنا اليوم فضيلة الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. أهلا بكم يا مولانا. أهلا بكم أستاذ حسن. الصلاة معراج المسلم. نعم. الصلاة أعظم الذكر. الصلاة دائما هي الصلة التي يدخل فيها، وهذا اللقاء الذي يدخل فيه المسلم ليلقى حبيبه في هذه الصلوات المفروضة وفي النافلة أيضا. إلى أي مدى نحرص على هذه الصلوات الفريضة أولا والنافلة ثانيا لتكتمل أو ليكتمل هذا اللقاء بيننا وبين ربنا؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما تفضلت صلى الله عليه وسلم، الصلاة قرة عيون المؤمنين، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بعدما قام أبو لؤلؤة بطعنه وجذب عبد الرحمن بن عوف ليكمل الصلاة بالناس، كانت في صلاة الفجر، وحمل إلى بيته، لم يروا له همسا ولم يسمعوا له حسا، فأيقنوا أنه مفارق، ولكنهم يريدون أن يجربوا شيئا، نعمل أي حاجة معاه كده عشان نشوفه هيفوق ولا مش هيفوق. أيوة. فقالوا: إن قلب أمير المؤمنين متعلق بالصلاة، صيحوا بجوار رأسه بالأذان ربما يفيق. فجاءوا إلى جوار رأسه وقالوا: الصلاة الصلاة يا أمير المؤمنين. فانتبه وقام من إغماءته وقال: الصلاة والله. ثم نظر إلى سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما وقال: يا ابن عباس، أصلى الناس؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. آخر عبارات نطق بها أمير المؤمنين سيدنا عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك بعد الطعن الغادر من أبي لؤلؤة المجوسي، خلاص يا ساعات وهيفارق، وقام وصلي وهو مثخن بالجراح، يعني يتدفق الدم وينزف الدم من جرحه. نعم. ثم دعا بماء فتوضأ وصلى وجرحه ينزف فعلا، صحيح كما تقول الرواية. يكفي قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: كان إذا ما تعب وأراد أن يستريح قال: أرحنا بالصلاة يا بلال، وقل لبلال العزم من قلب صادق، أرحنا بها إن كنت يوما مصليا، توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا، به ترقى أبواب الجنان الثمانية. الله، إحنا الآن حالنا أرحنا بها، أرحنا منها يا إمام. أنتوا طولتوا ليه؟ إحنا ورانا مش عارف إيه، إحنا لا، ده كفاية كده وطول. أنت طولت في القراءة، وتلاقي الآن نزاعات في المسجد لأن الإمام قرأ بصورة طويلة. نعم، نقول للأئمة رعوا أحوال الناس، ولكن هنفرض أطال الإمام؟ يا أخي، ما أنت ممكن بتقعد قدام ماتش ساعتين، ما أنت ممكن تقعد قدام فيلم ساعتين، ما أنت ممكن تقعد تتكلم مع واحد ساعة في كلام فارغ ملوش أي قيمة. يعني جات على العشر دقايق الزيادة اللي أطال فيهم الإمام القراءة؟ لا، إحنا حالنا مع الصلاة حال يعني لا يصر عدو ولا حبيب الحقيقة. لا، وممكن يصر العدو، يفرحون عندما يرون تهاون المسلمين في الصلاة، لأنها فعلا عماد الدين. إذا لذلك أنت الأول ما تلاقي الناس تهاونت في الصلاة، تلاقي شاب متهاون في الصلاة أنت بتقلق منه. ليه؟ يكون ذلك داعيا لأن يفعل أشياء أخرى بعد ذلك، أي حرام بعد كده ممكن يرتكب. الصلاة تنهى
عن الفحشاء والمنكر. نعم. لذلك سيدنا عامر بن عبد الله بن الزبير يعني لما أصابه الفالج وأوشك على الموت سمع النداء فقال احملوني إلى المسجد. قال أبناؤه له يا أبتي أنت في هذه الحالة معذور قد عذرك الله. قال سمعت النداء فأجيب. فحملوه إلى المسجد فركع مع الإمام ركعة من صلاة المغرب ثم مات وهو ساجد. فجاء يعني بعد الصلاة قال الناس لأبنائه ما هذه الميتة الطيبة التي ماتها أبوكم؟ قالوا ما أصبح في فجر إلا وقال اللهم أمتني ساجدا. الناس كانت بتتمنى أنها تموت وهي ساجدة بدل ما يموت وهو بيفعل معصية أو بدل ما يموت وهو عليه حقوق يكون مؤديا لحق الله تبارك وتعالى عليه.